الرئيس كان عاوزك ليه؟ علي الباشا عندك في المكتب يسأله. أنا بسألك أنت. وأنا يا أستاذ مصطفى بقول لك معالي الباشا جوه في المكتب بسأله. أنت بتتحداني يالا؟ أنت مش عارف أنا ممكن أعمل فيك إيه؟ في إيه يا مصطفى؟ إيه ده؟ إيه؟ في إيه؟ ما خلص القضايا اللي أنا مديها له يا ريس، وكمان بيبجح. يا ريس أستاذ مصطفى كان عاوز يعرف أنا ومعاليك بنتكلم في إيه جوه في المكتب. الواد ده كداب. روح أنت يا سيدي. تحت أمرك يا ريس. ازيك يا علي؟ مالك يا علي في ايه؟ من يوم ما خرجت وانت متغير معايا وبتتعامل معايا بطريقه غريبه قوي. هو في حاجه حصلت مني؟ يعني مش عارفه. لا مش عارفه يا علي. كل حاجه بتلخبط. الدكاتره ما بيجوش في مواعيده والعمليات بتتاخر والمرضى بيشتكوا. كل حاجه بايظه، كل حاجه. بص يا علي، انا عملت كل اللي اقدر عليه واعتقد لغايه كده انا دوري انتهى. كمل انت بقى. عندك حق، انت فعلا دورك انتهى يا نيال. قلتلك يا سعاد 100 مرة قبل كده ما تعمليش مشاز لحد غيري. جرى ايه يا معلم؟ هتغير من ليلى علوي؟ لا وانت السادة خايف على ليلى منك. انا قولي لي يا سوسو، يا صحيح ليلى علوي دي حلوة زي ما بنشوفها في التلفزيون. احلى من التلفزيون كمان. متجوزة؟ متجوزة ايه بس؟ ماما حسبت وجعني. مالك يا حبيبي؟ سلامتك. عشان لازقها في التلفزيون طول اليوم عشان كده بتوجعك. ام محمد. نعم يا مدام. تعالي لو سمحتي انزلي الصيدليه دلوقتي، هاتي اسبرين المستورد. ماشي هنايا الاثنين. حاضر يا مدام. دلوقتي ام محمد تجيب لك الدواء وتبقى كويس. ماشي بابا. معلش يا حبيبي، كلها كام يوم وتشوف. يلا روح على اوضتك عبال ما تجيب لك الدواء. مالك يا معلم؟ لا ولا حاجه، تعبان شويه كده. طب شويه كده هيثم ينام ونخش على اوضه النوم. لا ملهاش لازمه اوضه النوم، كلك تعبان ومجهد شويه. ما تيجي نروح الدكتور. حكايه الدكتور اللي انت ماسكاها لي دي كل شويه. دكتور يا سوسو، ما الخميس الهلف ده كله جايبه منين؟ رحت اشتريته من عند الدكاتره؟ مش قصدي. قصدك الموضوع ده قفلناه خلاص، بتضبط المفتاح. ما تخمد انا. دول اللي اسمهم ضحي كلهم موجودين في الجمهوريه. احنا بقى ايه؟ اخدك من ايدك ونروح نخبط عليهم واحد واحد ونقول لهم مين فيكم طلع الاستاذ في المنام. نور ده فيهم ناس فوق ال 70 سنه يا سيدي. اللي هو انت حاططني فين يا يوسف؟ بس بالعقل يعني. انا كده بالنسبه لي في واحد في السيده واحد في انا. طب ما فيش صور؟ صور؟ لا اصل انا خلاص ما بقاش لازم موضوع الصور ده، بقيت انزله من على النت. انت انهبلت يا يوسف؟ بقول لك انا مش فايق لك، انا عندي شغل ومش شايف قدامي. ها؟ السلام عليكم. الصور حاول تتصرف يا ياسين في موضوع الصور ده. حاضر يا اخويا، حاضر.